بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا ما ينفعنا واجعلنا نأتيه بنية صادقة حتى تقبله منا وتأجرنا خير الأجر يا عظيم يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء. مصيبة كبيرة مش تعبت، أما جبل يهبط على بحيرة ويفيضها وتكتسح المياه أماكن كانت تجارة فاسدة مزدهرة، وبركة من شم الأموات، وكم من بنايات يدب فيها الماء ويجيب الخراب فيها بعد حين، وانت ماشي وكلي جمعتوه هكا من تحف كذا تمشي تحت الطين، وهكذا يحرمكم ربي من صحة ومن أمن ومن حياة ومن تمتع بزارة الحياة الدنيا، مش بنين وبنات فقط، ولكن زاد رسوم ومنحوتات وهلم جرى. ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، يسويها أو يصبح ماء غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط، يعني أنا كل ما كان عنده بهبر به يقول العامة مشى بضموري، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وين المال اللي كان عندي وناوي على ما خير. ويا خاوية، أما أكل الجنتان خاوية ولا أداه خاويان على عروشها أي الجنتان، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد، هذه جت مخر، يا ليتني. طب مالوريزمون ما عادش، وزاد دي روتاداتير اي دي جون كي نو سافون با كومون بونسي ني كومون فير ان بون شوا. نعود إن شاء الله تعالى.